هو اجازه النهارده، اصل النهارده ميعاد راحتي انا وهو. وهينزل الشغل بكره؟ اه طبعا. هو عارف ان الصور دي معاكم؟ لا طبعا، بس انا كنت ناوي يعني نبعته الصور دي لاخوه من غير ما حد يعرف ان احنا اللي بعتينها. طمن، مش هجيب له سيره. بس بقول لك ايه، انا عايز الصور دي. خدها، انا هعمل بيها ايه؟ وممكن كمان اوديك لشقته اللي ساكن فيها. هعمل ايه بالشقه؟ هعمل بيها ايه؟ مش عايزين نقلق راحة الراجل. انا نازل البلد لقيت، بس لو جه ما تقولوش ان انا جيت هنا. ايوه، بس هو هيعرف من ابراهيم النادي لما يرجع بكره شغله. هو يعرف ان انتوا عارفين حكايه الجوازه دي؟ لا مش هيعرف، بس ممكن يعني يشك، لان انا كذا مره كلمته في الموضوع ده ونصحته كتير ما تنصحش، واخر مره زعلنا مع بعض وزعل مني، وانا مهمنيش ان كان عرف ولا ما عرفش، الموضوع مش هيستخبى. طمن، مش هيعرف حاجه عن الصور دي. طب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كفاية كفاية يا عادل يا ولدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واضح يا عادل يا ولدي إن الجوازة دي ما هيش رد فعل للي حصل بينه وبين نوارة. رد فعل إيه يا خالي؟ رد فعل إيه؟ زملائته في القهوة قالوا لي إنه يعرفها من سنتين وبيصرف عليها دم قلبه. تعرف دخلة؟ دخلة من القهوة بالبكشيش ما يقلش عن 2000 جنيه. معقول؟ فواز يعمل كده؟ أمال لو تعرف يا خالي إنه باع جراطين من أرضه لأخوه عبد الرحيم عشان يتمم الجواز المجندل لدي. كمان؟ يعني عبد الرحيم كان يعرف بحكاية الجوازة دي؟ لا، ولا ما كانش الدلو ولا مليان. عبد الرحيم الغلبان اللي جمع له الفلوس من الشرق والغرب، فواز بيه ضحك عليه قال له رايح يعمل عملية كبيرة. قول لي يا خال أتصرف كيف؟ أقول نوارة ولا لا؟ لا يا ولدي، نوارة لازم تعرف عشان تقدر تفكر وتدبر وتشوف هتعمل ايه قبل صاحبنا ما يودر بقية الأرض. دول أربع بنات يا عادل، مشوارهم لسه طويل ومحتاجين لفلوس ياما، وهم أولى بكل قرش من فلوس أبوهم. واللي هيقدر يحافظ لهم على حقهم ده هي أمهم نوارة. السلام. الله يسلمك. جيت ميتك. جيت عشية. عشية؟ زين، يعني رجعت في نفس اليوم. ايوه. في حد من البنات هنا؟ ايه؟ لا، قابلت فواز؟ لا ما قابلتوش. ليه يا عادل ما قابلتوش؟ في ايه؟ جرى له حاجة؟ حد قال لك عليه حاجة؟ قول لي يا عادل، جرى له ايه؟ اقعدي اقعدي يا نورة، اقعدي. فواز زين. ما قابلتوش ليه؟ فواز اتجوز، ودي صور فرح. ما بيسالش عليا ابدا ولا بتشوفوا عينيا ابدا. يا ما ناديته يخرب بيته، يا ما ناديته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو فواز لسه ما جاش ولا ايه؟ لسه زمانه جاي.
على العموم احنا مش هنسلم العهده الا لما يوصل بالسلامه. بالحب عملتوا ايه مع نسيبه اللي جاله امبارح؟ الحقيقه يعني السلام عليكم. هاي الحمد لله على السلامه يا رئيس فواز. مبروك الطقم الجديد. الله يبارك فيك. قابلت نسيبك اللي جالك امبارح؟ نسيبيه اسمي مين؟ اخو مرتك. اخو مرتي؟ مش اسمه ايه؟ تلاقيه قال لي سيد، لان السيد هو اللي خده ومشي بيه بعد الورديه. اسمه ايه يا سيد اللي سال على فواز امبارح؟ الاستاذ عادل. عادل هو فين؟ الله اعلم. هو قال انه كان جاي يلد مصلحه وراجع بلده تاني وحب يشوفك. طبعا احنا ما نعرفش عنوان المطعم اللي انت رحت فيه. ها؟ كنا ودينهولك لحد عندك. هو انت ما كنتش في البلد يا فواز؟ كنت مطلع ما كنت. انا واخد اجازه لحسابي اقضيها في اي حته انا عايزها. يا كده؟ طب يلا روح استلم شغلك. أعوذ بالله من غضب الله. ماله متزرزر كده ليه؟ شفتوش ابدا كده يا معلم؟ دي اخرتها يا فواز. شوف نوار يا اختي، دي لقيت الفاس وقعت في الراس، وانا مش جاي اقول لك يعني الحديد دي علشان نقعد نندبه، لا، عايزين نفكر زين هنعمل ايه. هنعمله ايه؟ خلاص. خلاص ايه؟ مش راح اتجوز. يطلقني. يطلقك؟ هو دي الحل؟ عندك حل غيره؟ يا نوار يا اختي، فواز باع جراتين من ارضه، ده غير الفلوس اللي حوشها السنتين اللي فاتوا، كل ده راح على الجواز المجند لدي. ان شاء الله حتى يبيع ارضه كلها يغور بيها، احنا مش عايزين منها حاجه. يعني هنوار هتسيبيه للبت دي؟ تمصي دمها، يستخسر القرش في بيتها وبناتها، يبقى عندها دم اللي يرقص ويتمارس مع بنت زي دي، يبقى عنده دم. المهم دلقيت لازم تفكري زين، فكري في مصلحتك ومصلحة بناتك، وانا متأكد انك هتاخدي القرار الصحيح. متأكد. شوف يا فواز، اذا انت ما جيتش البلد الليلة بكرة هتلاقيني عندك في القهوة. هو في ايه؟ ايه الحكاية؟ وقت ما تقولك تعالى تروح، وقت ما تقولك تيجي هتبقى شخشخة في ايدهم ولا ايه؟ يا بنت الناس، انا عارف نوار اللي بيطلع في راسه لازم تعمله. ودام قالت هتيجي القهوة يبقى هتجيلي القهوة. دي بس بتهتك، بتخوفك عشان تروح لها. لا، مجيت اخوها امبارح وكلمها في التلفون النهارده، بيقولوا ان في حاجة خطرة حصلت. وايه بقى هو الحاجة الخطيرة دي؟ ان شاء الله يمكن تكون عرفت بجوازنا. ليه لا، ولاد الحلال كتير، واحنا عملنا فرحنا قدام الخلق كلها، مش ده كان طلبك؟ ليه بقى ان شاء الله؟ هو انت كنت عاوزنا نتجوزه في السر؟ هو اني عيبه ولا اني عيب؟ يا بنت الناس افهمي. افهم ايه؟ ما انا فهمت وخلاص. انت مش قلتلي انك قطعت رجلك من هناك بعد اللي عملته معاك هي وبنتها؟ ايوه قلتلي قطعت رجلي مش رقبتي. ما تنسيش يا شاهد ان عندي 4 بنات متعلقين في رقبتي، ما نقدرش نتبروا منيهم. ما انت ما شاء الله سايب لهم بيت يرمح فيه الخيل. سيبك من بناتي وامهم، ما تنسيش يا شاهد ان عندي ارض لازم اشجل عليها. الارض دي انت لازم تبيعها وتعمل لك قهوه كبيره تليق بسيد المعلمين. يعني هو ابراهيم النادي ده احسن منك في ايه ان شاء الله؟ يا دي ابراهيم النادي ده، هو ابراهيم النادي ده يطلع لنا في البخت؟ واحده واحده يا شاهد، الاول اسافر البلد واشوف ايه المشكله دي، بعد كده نقعد ونتكلم براحتنا. وهي فين راحتنا دي؟ ما خلاص رجليهم خدت على هنا، مره بنتك ومره اخو مراتك، ده غير التليفونات اللي كل شويه عماله تأمر وتني. صدقيني يا شهد، مفيش مخلوق على وش الارض دي يقدر يأمر وينهي فواز الدليني غيرك انت يا ست الستات. أأمر وانهي؟ وهو فين ده؟ ما انت هو مش راضي تسمع كلام. صدقيني يا شهد، انا لولا شايف ان السفريه دي
في مصلحتنا انا ما كنتش سافرت واصل. الله، وانت تعرف منين بقى انها من مصلحتنا حاجه وما انتش عارف اصلا انت مسافر لها ليه؟ لحد دلجيت ما عارفش، بس اللي انا متوكد منه ان السفريه دي في مصلحتنا. اما امرك غريب يا دي الراجل، حاجه وما تعرفهاش، تعرف ازاي بقى انها من مصلحتنا ولا مش من مصلحتنا؟ المخبر اللي جواي، اللي طول عمري بسمع كلامه وانفذ اوامره، اللي دايما تطلع زينه. عارف المخبر ده قال ليه؟ قال لي احب شاه. حبيت شاه ودلقيت ايه بدوق الشاه. يمين بالله احلى من الشاهد يا ابوي. ايوه. ما تيلا اديني الفيتامين بتاعي اللي هيوصلني الحلايب وشلاتين ماشي مش لزهاج وبس. بالك لو زودت الفيتامين حبتين هوصل لكوالا لامور. الأدب جامعة سوهاج. ايه يا ماما؟ ده انا كنت فاكراك هتطيري من الفرح. هتبكي يا ماما؟ شفتي؟ شفتي يا ماما انك كنت بتضحك علينا وعامله نفسك انك قادره تصمدي قصاد اللي حصل من ابوي؟ انت مش قادره؟ شوف يا امال، انا ما رايحاش الجامعه تاني. انت مش مصدقاني؟ صدقيني يا امال، انا عمري ما هنروح الجامعه تاني. انا حاسه بيكي وباللي جواكي، وعارفه قد ايه انت كنت بتحب ابوي، وقد ايه بتحبين انا واخواتي، وان كان نفسك انك ما تخسريش حد مننا. لكن يا خساره، ما قدرتيش. عشانك دي انا هرجع لك ابوي ومش هزعل منك. انا هكلم ابويا واعرفه اني هقعد من الجامعه واوافق على اي عريس يجيبهولي، ولو نجاتي ولد خالي وافق ان اكون مراته التانيه اوافق. بس المهم اني ارجع لك ابوي وما كنتش السبب في حرمانك من الانسان اللي بتحبيه. عن اذنك يا امه انا اروح اكلم ابوي. استني يا زهر، استني يا بنتي. ابوك اتجوز واحده تانية في اسكندريه. بتقول ايه؟ وتصور فرح وياه. اوعي تفكر يا بنتي ان ابوكي عملك ده شرفت موضوع نجاد. لا، ده كان بيخطط بقاله سنتين وباكرتين من ارضه لعبد الرحيم عشان الجواز المجد لدي. اخسى عليك يا ابوي. يا حبيبتي يا ماي، يا حبيبتي.
الحمد لله على السلام. الله يسلمك ابوي. وحشتني قوي يا ابوي. وانت كمان يا فله. الحمد لله على السلامه يا ابوي. الله يسلمكم يا بنات. وحشتوني وحشتوني قوي. وحشتوني. خد اختك واطلع فوق. قلت اطلع فوق. عايزين نقعد ويا ابوي شويه يا ماي قبل ما يمشي. يمشي ايه يا فلي؟ ابوي ما هيمشيش، استف خلص وهيقعد ويانا. مش كده يا ابوي؟ امال وين خرجتك يا ابوي؟ ما جبتهمش وياك ليه؟ ابوكو خلاص رمى خلقاته القديمه واشترى خلقات جداد. وين هالخلقات دي يا ابوي؟ خلقاتي هجيبها وياي المره الجايه. هو انت لساك تعود تاني يا ابوي؟ خد اختك واطلع فوق، ابوكو جاي تعبان وعاوز يرتاح. يا امي قلت اطلع فوق. خير يا نوارة؟ كنت عايزاني فيه؟ ايه هي الحاجة الخطرة اللي كانت هتجيبك عندي في القهوة في اسكندرية لو ما جيتش هنيه الليلة؟ عموما اديني جيت. خير؟ الحمد لله على السلامة. نورت بيتك ومطرحك. ايه هي الحاجة اللي انت عايزاني فيها يا نوارة؟ وهتفتكر تكون ايه؟ تكون ايه غير مشكلة البنت من بناتك؟ بناتك؟ خلاص بقوم بناتي لوحدي يا فواز؟ ايوه، ما هم من يوم ما اتولدوا وانت صعبة الامر وان هي فيهم يبقوا بناتك. خلاص يا ريت تكمل جميلك وياي وتسيبهم لي. سيبهم لي كيف؟ انا خدتهم منك ومعاكي. رسمي. رسمي يعني ايه؟ انا مش فاهم. ودي حاجة عايزة فهم. ما تأخذنيش يا نوارة، انا راجل جاهل ومخي على كدي. وانتي قاعدة وسط المدارس والجامعات بيعلموكي وتعلميهم، والمثل بيقول من 10 الجوم 40 يوم صبح منهم أو زاد عليهم. وانت الحمد لله زدت بعلامك عن بناتك، فخديني على كد عقلي وفهميني. يعني ايه اسيبهم لك رسمي؟ يعني تتنزلي عنهم رسمي قدام الشهود والمأذون والمحكمة لو عايز. يا حلاوتك يا نوارة، بإنك اتعودت على الفضايحات. لا، المرة دي الفضيحة أكبر. أعوذ بالله، للدرجة دي؟ طلقني يا فواز، طلقني وارحل. إحنا ما عايزينش منك حاجة. ربنا يعينك على مصاريفك ومصاريف عروستك وأمها. مبروك مبروك يا ابوي. الله يبارك فيك يا بنتي، عقبالك لما امك تشيل يدها عنكم تتجوزوا. كيف ما تجوز ابوها؟ ليه لا؟ انا عملت حاجه غلط ولا حرام؟ دي حقي اللي ادهون الشارع. انهي شرع دي؟ شرع ربنا. شرع ربنا؟ وهو شرع ربنا قال لك تحمل مرتك وبناتك وتروح تتجوز؟ يا اخي كفي مرضك الاول، ما دام بتفهم في الشرع جوك ده. مش لما مرض تطيعني زي ما قال ربنا؟ مرضك تطيعك في اللي يرضي ربنا، لكن اللي يغضبه لا. وانا لما اجوز بنتي واسترها ده يغضب ربنا؟ لما يكون غصب عني يبقى يغضب ربنا. جوتيها علي يا نواره وبقت ترفض بنت الرفض دي. هتطلقني بالزوج يا فواز ولا لا؟ لا، لا بالزوج ولا بالعافيه، واللي في قلعك الفضيل. انا طالي ارتاح، انا تعبان، بدي ارتاح شوي.
قوي تكريح لما ينفخك. حاضر يا بنتي حاضر، بعد صلاة العشاء بإذن الله أكون عندك. مع السلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما تعرفش أختك عايزانا فيه؟ أكيد حاجة خطيرة، ولا كتسند الصبح. هيكون إيه يعني؟ حد من بناتها جرالة حاجة؟ العلم عند الله، نروح هناك الأول، وهناك هنعرف كل حاجة. تلاقيه يا ابوي عارف كل حاجة ومعيش يقول في حاجة تخص عمت نوارة وبناتها تخفى عليا. بطل يا دنت، بطل حديدك الماسخ ده بلا قلة حي. بابا شايف يا ابوي بيقول علي انا قليل حي، يعني قليل رباي. الشتومة دي عليك انت يا ابوي، يعني انت ما ربتنيش. الشتومة دي عليك انت. اخرس خالص، معيش اسمع منك ولا كلمة. وانت يا عم عادل تشكر على اللي قلته، شتمتك وصلت كامله ما نقصاش دنشه. جريء يا بلقان، مش سامع حديث ولدك؟ عايز اسمع الحديث ده واقعد ساكت؟ لا يا عمي، كان واجب انك انت تلطش صداغي وتعفص عليا برجليك كمان. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه فيه يا ولد؟ حسكم مسمع على اخر الدنيا ليه؟ فيه؟ قوم يا عادل اتكل على الله، انت زمان الوليه مستنياكم على نار. طيب عن اذنكم يا جماعه. اذنك وياكي يا اختي. شايف يا ابوي عندي حق؟ لقيت جوزها غلط فينا ومحدش مننا راجعه في غلطه، ركبت يا كمان. اخرس خالص، ربنا يبلبطك بجلوستي. بقول لك ايه، خدي ولدك وبعدي بيد الجيت. خلينا الحق اشوف الهانم اللي طلبانه عايزة ايه. هتكون عايزك فيه يعني يا بوي؟ ما يجيش من ورا عمتي غير الخراب. ما بلاش قلة حياة يا واد، انت ده عمتك، ما عملش حساب لحد ابدا ليه؟ اسكت يا بهيرة، اسكت عاد. وتسكت ليه يا ماي؟ تسكت ليه؟ مرت عمي لادت عليها اللي هتعملوا فينا نوارة وبناتي. اتصدق بالله، انا لو عندي بيت للجواز وما فيش في الدنيا دي راجل غيرك، انا احطها تحتي واكمر عليها لحد ما تفطس ولا اديهاش ليك. تفطصيها، تخلليها، تقطعيها طرنشات، يقطع دول على دول على الكل كليله. ايوه نواره، انت عايزانا في ايه؟ دقيقه يا اخوي، والحاج عبد الرحيم اخو فواز هياجي، والحاج متولي عمده بلدنا هياجي وهتعرفوا كل حاجه. وانت طلبتي الحاج متولي؟ امال ايه، مش خالي وعم جوزي وكبير العيله كمان؟ ايوه طبعا. يبقى خلاص، الحاجات اللي تمس العيله لازم نعرفها. كلامي غلط؟ وهو احنا عارفين ايه الحاجات دي عشان نقولوا كلامك صح ولا غلط؟ شاري دي يا ابوي وطلعت التانية على الفصل، يعني الفرق ما بيني وما بين الأولانية درجة واحدة. بس أوعدك يا ابوي الشهر اللي جاي هيجيب أكتر مني. زين ربنا يقويكي. وأنا طلعت الخمسة يا ابوي. خمسة؟ والأربعة اللي قبلك أحسن منك في إيه؟ في الرسم يا ابوي، كلهم جايبين درجات أكتر مني في الرسم، بس أنا جايبة درجات أكتر منهم في المواد كلها. بيقولوا يا ابوي على رسمي شخبطة، مع ان انا برسم زين. لما يقول على رسمك شخبطة ليه؟ اوعى تقولي لي انهم متقصدين. لا يا ابوي، هم كانوا عايزيني ارسم بالالوان، بس انا رسمت بالقلم الرصاص، وسوسن ما رضيتنيش اخد علبة الالوان بتاعتها.
ما انا كمان يا ابوي كان عندي امتحان وكان لازم علبه الالوان تكون وياي. ليه؟ هي علبه واحده؟ ايوه يا ابوي، امي ما رضتش تشتري لي علبه واحده وقالت لي لما تبقي تحتاجيها ابي خديها من اختك. خلاص يا بنتي، اني هشتري لك علبه جديده وحديكي. وزود لي المصروف يا ابوي، الربع جنيه مش هيجيب حاجه ساقعه. انا مش قلت لك حوشي مصروف يومين وانت تجيب الحاجه الساقعه؟ مالكيش دخل انت، زود لي المصروف يا ابوي. حاضر يا حبيبتي، من عينيا التنين. ابوي خدي مديري شهادتي. هاتي. لا بقول لك ايه، خلي امك هي اللي تمضي زي الشهر اللي فات عشان يعني يمسك عشان الخط ما يختلفش. لا يا ابوي امديلي انت، انت فواز قلدها قلد خطها. ماشي ايه. فواز الدريني. ومديل انا كمان يا ابوي. حاضر يا ست فله. اني هننزل لخالي عادل وناخده منه الحلاوه. هو خالك عادل موجود هنا؟ ايوه يا ابوي، كلهم قاعدين تحت مستنينك عشان يقولوا لك حمد الله على السلام. كلهم مين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير يا نوار؟ فواز اخوي جمال وحاجي. اطمن يا حاج عبد الرحيم، اخوك بخير، اطمن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا خال. يزيد فضلك يا بنتي، عقبال ما نشرب شربات فرحي. قول شربات شهادتها الاول يا اخوي. ان شاء الله نشرب شربات نجاحها وجوازها في يوم واحد. تعيش يا جد. تفضل يا جد. تسلمي لي يا زنت البنات. تفضل يا عمي، عملت لك الشاي سكر زياده زي ما بتحبه. والله ما حد سكر زياده غيرك انت. السلام عليكم يا رجال. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاج عبد القادر؟ الله يسلمك. ازيك يا شيخ طاهر؟ اهلا بيك يا ولدي. ازيك يا عمدتني؟ اهلا بيك يا فواز يا ولدي، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ازيك ابو خالد؟ الحمد لله فواز كويس. ازيك يا عادل بيه؟ ازيك يا فواز باشا؟ منورين يا رجاله. كيفك يا عبد الرحيم؟ سلامتك يا اخوي، الف حمد لله على سلامتك. متجمعين عند النبي يا رجاله. عليه الصلاه والسلام. بقول لك ايه يا اخوي؟ ايوه عملتها يا اخوي. عملت ايه؟ اطمن يا حاج عبد الرحيم، اخوك عملها. الحمد لله على سلامتك يا اخوي، الحمد لله انك قمت بالسلامه. لا اخوي ما رضيش يقول لكم ان هو يعني هيعمل عمليه عشان ما تخافوش عليه. هي الحكايه ايه؟ ما تفهمونا يا ناس. فواز اخوي عمل عملية كبيرة قوي ومرضيش يقول لحد، حتى عياله، عشان ما تخافوش عليه. ألف حمد لله على سلامتك أخوي، بس يعني أنا واخد على خاطري منك عشان يعني ما اتصلتش بي عشان أجي وأقف وياك. لكن ما قلتليش يا أخوي عملية إيه اللي عملتها دي؟ ما ترد يا فواز، رد على اخوك الكبير، قولها عمليه ايه اللي انت عملتها واللي عشانها بعت ارضك. انت قلت لهم على حكايه بيع الارض يا اخوي؟ احنا مش متفقين اننا ما نقولش لحد. جري يا جماعه، عاكرين تتكلموا بالالغاز ليه؟ ما تقول لنا انتوا جايبيننا ليه؟ انا هنقول لكم. ايه معقول؟ هو ده اللي حصل وعشان كده جمع الرجاله؟ ايوه، وهي دي حاجة قليلة؟ لا طبعا، بس يعني ما تعرفيش هي ناوية تعمليه؟ لا ما قالتش. نوارة مش هينة، ولو حد داس لها على طرف هي ولا حد من بناتها يبقى نهارها مطين. اشمعنى يعني المرة دي كلهم جايين يسلموا على ابوي؟ ما هو كل مرة بيرجع من اسكندرية ولا حد بيجيله، ايش عجب المره دي؟
ديك نعرف. ايوه اتجوزت وده حقي. كلكم تعرفوا زين اللي عملته فيا نواره قدام الخلق لما جيت وفي بعدي وحافظ على كلمتي اللي اديتها لاخوها الكبير لاجل ما اتجوز بنت من ولده. جوازك من الاسكندرانيه ملوش دخل باللي حصل بينك والنواره بسبب موضوع ازهار ونجاتي. لا انت بعت ارضك بقالك مده طويله، كنت مرتب للجوازه دي بقالك سنتين يا فواز. السنتين اللي نشفت فيهم رجننا وبناتك، ولولا الفلوس اللي باخدها من اخوي تمن ايجار ارضي واللي باخدها من عادل كان زماننا وبناتك بنشحته من الخلق. نواره الكلام ده ملوش عازه دلقيت. انت جايبانا عشان نتكلموا في موضوع مين اللي بيصرف على البيت ولا في موضوع جوازه؟ انا جايباكم هنا يا اخوي عشان تطلقوني منه. استهدي بالله يا بنتي يا نواره، مش كل واحده جوزها يتجوز عليها تطلب الطلاق. وبعدين ما تنسيش يا بنتي اني معاكي منه اربع عرايس. الكلام ده يا عمدي لما يكون جوزي مكفي بيته، لكن ده راجل راح باع ارضه واستخسر يدينا من تمنها مليم واحد، وراح يجهز لعروسته ويعمل لها فرح يرقص وياها ويفرج عليها الخلق. فرجوا يا جماعه، فرجوا على فرح جوزي. هي دي العملية اللي راح يعملها أخوك يا حاج عبد الرحيم. فرج يا فواز، فرج على روحك وانت بترقص ولابس البدلة ترقص ويا عروستك العرياني يا صعيدي. يكون في علمك يا نوارة، يكون في علمكم كلكم، يكون في علمك يا عادل بيه اللي جبت لها الصور دي. صح أنا بعت جراتين من أرضي وتجوزت بيهم وهبيع بقية الأرض، ولو قدرت اتجوز ثالث ورابع هتجوز، لكن طلاق مش هطلق. لجمعت اهل البلد كلهم. استهدى بالله يا فواز يا ولدي، استهدى بالله، خلينا نحل المشكله دي. انا ما عنديش كلام تاني اقوله يا حاج متولي. لو عايزه تطلق تبريني من كل حقوقها وتديني الاربع بنات. الاربع بنات تعمل بهم ايه؟ الاربع بنات هتلبسهم عريان وتعلمهم الرقص زي مرتك؟ كلام ايه ده يا نواره؟ كلام ايه؟ هم ما لهمش اهل ولا ايه؟ خوالهم ماتوا ولا يكونش خوالهم ماتوا؟ ما تتكلم يا عم كده، ما تتكلم يا شيخ طاهر. شوف يا فواز يا ولدي، زي الشرع ما اداك الحق انك تتجوز على مرتك، اداها هي كمان الحق انها تعيش وياك او تتطلق منك. ده القانون يا شيخ طاهر. القانون والشرع يا عمدة. لا، الشرع بيقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ايه سكت ليه يا عمدة؟ وان خفتم الا تعدلوا فواحدة. هو كان عدل يا عمدة؟ عدل ايه؟ هو كان عدل ويا اخوه الكبير لما هيعدل ويا مرته به خلاني بعت ذهب مرته واتسلفت من الشرق والغرب عشان اجيب له الفلوس، واداني جراتين مش لازمني وباغلى من تمنهم، وانا جبلت عشان انقذ اخوي. اتاري كان بيضحك علي. منك لله يا فواز اخوي، منك لله يا فواز اخوي، منك لله يا فواز، منك لله. اسمع يا رجاله، طلاق مش هطلق، وما دام الشرع والقانون بيدوها حق الطلاق تروح تتطلق، بس في المحكمه. محكمه؟ محكمه ايه يا ولد اللي بيقول عليها دي؟ من ميتة ولد الديريني بيحلوا مشاكلهم مع نسوينهم في المحاكم؟ ده حتى تبقى عيبة في وشنا كلنا. وأولكم أنا. الله، عايزين الناس تقول علينا إيه؟ عيلة الديريني ما بقاش فيها رجالة؟ مش هي اللي طلبت طلاق وقدام إخواتها اللي لو في حد منهم قال لها عيب؟
نقول له عيب ليه يا فواز؟ نقول له عيب ليه؟ ايه؟ يطلع حاجة غلط؟ ده حقه يا أخي. وبعدين يا فواز؟ وبعدين يا نوارة؟ ما كفاياكم فضايح عاد؟ ما كفاكمش اللي عملتوه قبل كده؟ وبعدين طلاق ايه اللي هتتكلم عليه ده يا سعادة؟ طلاق أختك ولا الإسكندرانية؟ طلاق أختي طبعاً. ما إن احنا من الإسكندرانية. أنا لا هطلق دي ولا دي. عنك ما طلقت يا أخي. واللي عايزة تتطلق تروح تتطلق بعيد عني. أما إنك راجل أوعاك تغلط يا عبد الجهد. فواز يا ولدي فواز، استهدى بالله يا ولدي، خلينا نحل المشكلة دي. اقعد يا ولدي اقعد. أنا ما عايز أقعد. اقعد يا ولدي. أنت اللي غلطت في الأول يا فواز، وقاعد تقول إخواتها وأهلها. مالهم إخواتها وأهلها؟ جرالكم إيه يا رجالة؟ ايه اهلي او اهلكم دي؟ انتوا ناسين ان احنا عيله واحده ولا ايه؟ الله، ما تتكلم يا شيخ طاهر، ساكت ليه؟ هتكلم اقول ايه يا عمده؟ الحكايه مش هينه وما نقدروش نحلوها في قاعده زي دي. كلتنا دلقيت مخنا سخن، ما عدناش قادرين نفكر على مهل. انا فكرت كتير يا شيخ طاهر، فكرت كتير قبل ما اقول لكم. أنا صاحبة المشكلة وعارفة أنا عايزة إيه. استهدي بالله يا نوار، استهدي بالله يا بنتي، واصبري اصبري. صبرت يا عمدة، صبرت وفاض بي. فواز لازم أن يطلقني دلقيت وقدامكم. اسمع يا رجالة، أنا طلاق مش هطلق، يعني مش هطلق. سلام عليكم. فواز أنا هنروح المحكمة يا فواز، بس مش عشان نطلب الطلاق زي ما أنت ما بتقول، لا، هنطلب حق تاني. دعوني ربنا وما تقدرش تقولي فيه لا. أنا هخلعك. تبقى أول صعيدي تخلع مرة، وده حقي لدهوني ربنا، وما هتقدرش تقول له. تطالق أنا وانا طالق بالتلاتة، ورقتك هتجيك في أقرب وقت.